هذه الشيلة إهداء إلى الدكتورة ضي بنت بدر بن نوار البدري البقمي بمناسبة تخرجها من جامعة الملك سعود. مبروك يلي كل عالي رقيتين يوم التخرج والشهادة حصيلة. استوديو زختار الإسم الأول والعالم. مبروك يلي كل عالي رقيتين يوم التخرج والشهادة حصيلة. دكتورتي ضي كلنا عليك مباركين اللي تحديتي سنين طويلة. يا ضي زهد بك المدوحة الدواوين. مبروك يا بنت الشيوخ الأصيلة ضي لك بهذا اليوم جينا مهنين. مبروك رددها وزغرد معاها. مبروك يا اللي كل عالي رقيتين يوم التخرج والشهادة حصيلة. دكتورتي ضي كلنا ليك مباركين يلي تعديت سنين طويلة. متخرجة بجهد وعزم وتمكين يا بنت تجاه الكرم والفضيلة. دكتورة العز كلنا بك فخورين بوجرها يا فخرها الحصيلة. من جامعة الملك سعود اعتليتين تباهي الليلة النشامة سليلة. وبوك من بين الرجال الميامين ما ينوصف فرحه بضي الأصيلة. مبروك يلي كل عالي رقيتين يوم التخرج والشهادة حصيلة. دكتورتي ضي كلنا ليك مباركين يلي تعديت سنين طويلة. هذا بدر للعز فقوله براهين تفخر به الطالب كل القبيلة. وامك تباها يوم يا ضي حظيتي فيها التخرج بالجهود الطويلة. فوزي يا شيخة ما تزنها الموازين ما في لها الشيخ بوفاها مثيلة. واخوانك اللي للشهامة عناوين عدي وعان لهم خصال نبيلة. واختك فرات أميرة الحسن والزين متفاخرة بتخرجك يا الأصيلة. ضي يا عسى تحظي بكل ما تتمنين يما الوصايف والخصال النبيلة. مبروك يلي كل عالي رقيتين يوم التخرج والشهادة حصيلة. دكتورتي ضي كلنا ليك مباركين يلي تعديت سنين طويلة. حصريا لدى زفات الإبداع الفني.